طب انتي مبسوطة دلوقتي ولا بتعملي ايه في حياتك؟ ناجحة يعني والدنيا ماشية وكله تمام؟ يا حاجة حد يشوفها دي شكلها نامت. اللي انت شفته ده مش خيال، ده حقيقة. انت دلوقتي تقدر تقابل نفسك في سن 60 وتقعدوا تتكلموا مع بعض وتشربوا كوبايتين شاي كمان. صباح الفل. الذكاء الاصطناعي ابتكر نظام هيخليك تقابل نفسك على الطبيعة في نسخة افتراضية ليك في سن 60. تخيل كده تبقى قاعد وبتستشير نفسك في المستقبل عن أهم قرارات حياتك، وده بيحصل بعد ما تقدم شوية معلومات عنك كده زي اهتماماتك وطموحاتك وحتى ذكرياتك. وقتها بقى النسخة الافتراضية دي هتقدر تقدم لك إجابات مفصلة عن حياتك في المستقبل. من الآخر كده أنت تقدر من خلال التجربة دي تعمل رحلة استكشافية تكتشف فيها حياتك المستقبلية، يعني هتاخد لك لفة كده وترجع لنا تاني. اتقال إن النتيجة دي اتعملت على 344 مشارك وكانت مثيرة للاهتمام، وإن المشاركين قدروا يبنوا علاقة قوية وأكثر واقعية مع نفسهم المستقبلية، وده عشان قلقهم قل ناحية المستقبل، ده غير إنهم قالوا إن التجربة دي كانت صادقة ومثيرة وكأنهم بيتكلموا مع صديق مقرب ليهم. اشمعنى أنا الست اللي هناك دي ما بتردش عليا؟ يا جماعة ما حد يجي يشوفها، يا طنط أنت هتصحي إمتى؟